فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إدخال الشاشات في المساجد لغرض عرض مواعيد الدروس والمحاضرات التي تقام في هذا المسجد؟ ما يشغل المصلين لا يجوز، ألا يدخل فيه؟ الكتابة على الجدران ما تجوز، والشاشة أشد من الكتابة على الجدران، والنقوش في الجدران لأنها تشغل المصلين، الأوراق ما تلصق على جدران المسجد من الداخل لأنها تشغل المصلين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.